جلد الضفدعة. تتميز الضفدعة كغيرها من البرمائيات بوجود جلد ناعم لا يحتوي على أي ريش أو شعر. والسؤال الآن، هل تقتصر وظيفة الجلد على الحماية فقط أم أن له وظائف أخرى؟ وما هو تركيب الجلد الذي يسمح له بأداء تلك الوظائف؟ هيا نتعرف على الإجابة سويا. تركيب الجلد: يتكون الجلد من طبقتين رئيسيتين، وهما البشرة الخارجية إبيديرمس والأدمة الداخلية ديرمس. أولا البشرة الخارجية، والتي تتكون من طبقة طلائية حرشفية مصففة، منها صف من الخلايا العمودية تسمى بطبقة مالبيجي. ثانيا الأدمة، وتتكون من نسيج ضام يتميز إلى طبقتين، وهما: واحد طبقة إسفنجية سبونجي لاير، تقع أسفل البشرة مباشرة، وهي عبارة عن نسيج ضام فجوي يحتوي على أوعية دموية. اثنان طبقة متماسكة كومباكت لاير، وهي عبارة عن حزم أفقية ورأسية كثيفة من نسيج ضام ليفي. هذا بالإضافة إلى احتواء الأدمة على التراكيب التالية: واحد حاملات الأصباغ بيجمنت لاير، وهي خلايا صبغية متفرعة تقع أسفل طبقة مالبيجي تحتوي على حبيبات الميلانين السوداء. اثنان الغدد المخاطية ميكس لاير، وهي من نوع الغدد الحويصلية البسيطة، وتفتح على سطح الجلد قناة لإفراز المخاط. ثلاثة الغدد السامة بويزون جلاندز، وهي نوع آخر من الغدد الحويصلية البسيطة، يتكون جدارها من مدمج خلوي وتحتوي على حبيبات سوداء. وظائف الجلد: تكمن أهمية الجلد في الوظائف الهامة التي يقوم بها، وتتمثل في: واحد حماية الأعضاء الداخلية وبخاصة العضلات التي توجد تحته مباشرة. اثنان التنفس، حيث تتنفس الضفدعة بواسطة الجلد كليا أثناء تواجدها في الماء، كما يعمل الجلد كسطح تنفسي يتم من خلاله تبادل الغازات التنفسية، وذلك بمساعدة الإفرازات المخاطية المرطبة التي تغطي الجلد، وتلعب الشعيرات الدموية دورا رئيسيا في هذه العملية. ثلاثة الإحساس، وذلك عن طريق النهايات العصبية والخلايا الحسية المنتشرة في طبقة الأدمة. أربعة حفظ التوازن المائي للجسم، إذ يمكن للماء أن ينفذ خلاله بدرجة معينة.